ملك، انتي مش انتي ملك جريد 6؟ ملك صلاح؟ بس لا يعني مش انا حاجة، بس انا داخل السلام بس اسم عليكم. ملك. هاي كده، زي الأخبار. احنا قلنا ان احنا النهارده هنراجع على كونسبت 3، رجعتوه؟ لايت اند سايت. اوكي، الهوم ورك اللي انتوا عاملينه كان كله صح، فمش محتاج مراجعة. انتوا النهارده، انتوا ما كانش عندكم النهارده هوم ورك. اوكي، تمام. احنا قلنا البوينتس امبارح كانت يسرا وايتن 22، ادم محمد مصطفى 24، كان حازم ويوسف 23، يحيى وعبد الله 19. اوكي، ريدي فور توداي. مين لسه ما جاش؟ ناخد الاتندنس. يسرا لسه ما دخلتش، ايتن برضه لسه ما دخلتش، ادم ومحمد موجودين، حازم ويوسف، هيا يحيى، يحيى وعبد الله. اوكي كده البنات هما اللي لسه ما دخلوش. طيب احنا زي المرة اللي فاتت، زي ما حلينا كده على الكمبليت، في الكوميونيكيشن هنحل ده الكوميونيكيشن. اوكي، هنحل على اللايت اند سايت برضو كومبليت. Yes, you didn't have a homework. احنا قلنا النهارده الكويز هيجي على communication. يلا هناخد بالترتيب زي ما اخدنا المرة اللي فاتت، من كل تيم واحد علشان كل التيمز تجاوب. يلا هناخد من الأول خالص. طبعا يسرا ما دخلتش. يلا يا ايتن، unmute your mic number one. اوكي، مش الكومبليت. Yes, complete. هنحل complete زي الحصة اللي فاتت على كل ال lessons. مش بيجي كام؟ Okay, دي page 145. اوكي، اذا فيشنج The fishing cat can hunt in night depending on the sense of sight. Sight, wild snake. While snake it can hunt at night depend on its ability to sense heat. Heat, yes, excellent. Bravo عليكي، ممتازة. 1 point محمد مصطفى. يلا number 2. The fireflies Number can 2, the fishing cat. odd thing. The في The fishing cat can hum at night due the Bouncing off what energy? bouncing off what energy while bats can hum at night due to the bouncing of what waves.
أول واحدة هتبقى bouncing يعني تمام. سؤال bouncing off يا محمد. bouncing off تستطيع bouncing off معناها reflection. reflection of what energy? fishing cat depend on what energy to move at night. reflection of one minute بس what بس 1 minute reflection الفيشنج كات بتعمل ايه في النايت؟ بتشوف ولا بتسمع ولا بتشم ولا بتعمل ايه؟ سايت لا هي مش سايت. بتشوف سي سي. اوكي وات انرجي بقى، مفيش حاجة اسمها سايت انرجي، في حاجة اسمها ها سايت ده كانت وات انرجي، يوزنج وات انرجي using light energy لايت انرجي. يس while bat cat can hunt at night due to the bouncing كانت of what waves. أمس البات using what waves؟ sound waves sound waves. okay يلا يا يوسف number 3. The eyes of fishing cat have a mirror like membrane around sieve of the light and this is considered as a structural adaptation. structural adaptation. yes excellent عبد الله number 4. Humans can see on odzukats what humans can see objects which gives off of their own light or objects which what light. السؤال ده حلو يا ولد. يلا احنا بنقدر نشوف اي حاجة بتطلع لايت واي حاجة بتعمل ايه لللايت. تعمل ميرور تعمل ايه لللايت؟ الميرور بتعمل ايه لللايت؟ بتعكس الضوء اوكي ان انجلش عبد الله نعم يعني ايه تعكس الضوء يا عبد الله ان انجلش؟ reflect light. reflect light احنا قلنا اي حاجة anything we can see it means that light fall on this object and bounce or reflect to our eyes. مادام شفنا حاجة ده معناه ان الحاجة دي اللايت fall on it يعني وقع عليها and then bounces off to our eyes يعني ارتد او عمل reflection ودخل في عيننا، علشان كده احنا قدرنا ان احنا نشوفها. يبقى we can see objects that give off their own light like sources of light and we can see objects which reflect light يعني بتعمل bouncing لللايت. اوكي يلا يا ايتن تاني. يسرا انا مش عارفه يسرا فين. يلا يا ايتن نمبر 5. Okay. among the objects Among objects which give out their own light area are the sun and flashlight
And the sun and what? ها؟ الفلاش لايت. لا هو بيقول لك among the objects which give out their own light. يعني ايه give out their own light يا يسرا؟ ها؟ يعني ايه give out give يعني ايه give off their own light او بيطلعوا اللايت بتاعهم الخاص بيهم معناها ايه يا ايتن؟ دينا ده Yes يعني sources of light right؟ يعني السورس بتاع اللايت احنا قلنا ايه السورسز اوف لايت زي الصن وزي ايه كمان فاير. فاير كاندلز فلاش لايت كل دي سورسز اوف لايت اوكي وايل وات اند وات ار اوبجكتس ذات باونس اوف لايت مون اند ميرور. مون اند ميرورز اكسلنت برافو عليكي ممتازه يلا يا ادم اميوت يور مايك نمبر 6 رقم كم again يا مس؟ نمبر 6 The structure of fishing cat eyes is considered as a structure adaptation, while it's being active at night to hunt is considered a behavior adaptation. Yes احنا قلنا ال structural adaptation anything in the structure of the animal while behavioral adaptation any act or activity or behavior وال activity بتاع being active at night is an act or activity علشان كده بنقول عليه behavioral adaptation okay excellent يا آدم يلا نشوف اللي بعده complete the following sentences مين اللي عليه الدور يلا يا حازم unmute your mic Number one. Eyes of humans are what the eyes of nocturnal animals and birds of nocturnal animals open what then that in human Eyes of human are what? للزان. are هي مش less than هي smaller than هي أصغر من eyes of human are smaller than eyes of nocturnal animals okay and the pupils of nocturnal animals open what than that in human بيجر what بيجر زين wider than wider than ما هو smaller معناها أصغر wider معناها أوسع لأنها بتوسع أكتر من ال eyes بتاعة ال humans يبقى أول واحدة smaller than تاني واحدة wider than أوكي يلا يا يحيى unmute your mic number two Yes, Miss. Yeah. إن complete target maternal animal depend on other things such as A and A, 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 A and A. Okay. Diet. No احنا قلنا complete darkness يعني there is no light at all واحنا قلنا ان nocturnal animals they need even the lowest level of light هم محتاجين حتى اقل level من اللايت يبقى complete darkness ما فيش light خالص ساعتها they will depend on what ها Hearing hearing and لا ها okay. ايه السنسز اللي باقي عندك غير غير السايت التاش touch yes and ممكن كمان ممكن كمان smell
they depend on other senses such as hearing, touch, and smell. Okay. طيب يلا يا ايتن. Number three, ترسير and owl. Okay. Dresser and owl have Huge. huge eye Yes. dialogue. And why not has a mirror like imprint in its eyes to reflect light. ها. الفيشنج كات. فيشنج كات. اكسلنت، برافو عليك يا ايكن، ممتازة. طيب يلا يا محمد مصطفى، unmute your mic. number 5، لا number 4 سوري. Okay. Tarsier eyes are similar. similar to that of what as الأول أول yes. as both Both of them can't move their eyes Tarsier monkey in their what? in their Tarsier monkey miss محمد. yes Both of them، مين both of them؟ الترسير والأول، right؟ okay can't move their eyes، ما بيقدروش يحركوا ال eyes بتاعهم in their what؟ in their head No، who knows and 2 points. one many things and their one item. minute miss and their socket In their sockets. احنا قلنا يعني ايه sockets يا ولاد؟ يعني تجويف العين. They can't move their eyes in their sockets، يعني ال eyes بتاعتهم لو هما مش بيحركوا راسهم ما يقدروش يعملوا moving لل eyes in, to the right and to the left up and down، ما يقدروش يعملوا كده، بس يقدروا يعملوا moving للهيد بتاعتهم بس. علشان كده eyes in their sockets معناها تجويف العين. الكلمة دي مهمة. اوكي نكتبها يا ولاد. طيب اللي بعده يلا يا يوسف، unmute your mic. To see things clearly, we need a source of light. yes But animals can hunt at night, depend on the things. On other senses. What animals can hunt at night depending on other senses? Nocturnal Not animals. diurnal animals. يقدروا يعملوا hunting depending on hearing or on smell sense or on touch sense. Okay تمام. Number 6 يلا يا عبد الله، unmute your mic. In the weak set light levels, Dolphins can hunt depending on its sense of what? Huh. ايه السنس اللي اخدناها في الدولفينز وبيستخدموها لما بيكون في داركنس؟ هذا الصوت ايوه ده سنس اوف وات يا عبد الله. الهيرينج Yes، while ترسير depends on its sense of what؟ السين اسمه ايه السنس بتاع السينج يا عبد الله؟ حاسة البصر اسمها ايه بالانجلش؟ سايت. سايت يا عبد الله، الكي وورد يا عبد الله بليز. اوكي تمام. يلا يا ايتن، ام يوز يور مايك. هيوج ايز ان وات؟ Huge eyes and what help them to gather
and the fifth line. الأول and the third. تارسير يس هيوج ايز. اول ما نشوف كلمه هيوج اللي هي عيون ضخمه نيجي على طول في بالنا الاولز والتارسير مونكيز. اوكي وايل اكسترا لارج ايرز. extra large ears and not foot help it to hunt. Hispanic foot. فينيك فوكس. يس فينيك فوكس هاد اكسترا لارج ايرز. اوكي يلا يا ادم unmute your mic. Okay, Miss سؤال نمبر 7. 8. نمبر 8 The probability of moving the head 180 degrees and is found in owl and tarsier monkey yes while eyes which can see in two opposite directions at the same time is found in the chameleon ده. فانسر كاميليون. يس اكسلنت برافو يا ادم ممتاز. اوكي نشوف الليسن اللي بعده. هو دي كلها مسكات مسابقة. يس في بوينتس بتتاخد دلوقتي. اوكي اوكي تمام يلا يا حازم unmute your mic. نمبر 1 حازم. اوكي بس which is نمبر 1 observed يا حازم as انت بتقرا في نمبر 2. انا بقول نمبر 1 اللي انا حاطه عليها الماوس شايفه. Some nocturnal animals have a mirror like membrane on the back of their eyes called what? called اسمه ايه الميرور لايك ميمبرين؟ ادينا له اسم كده ان لاتين. ها الميرور لايك ميمبرين ليه اسم باللاتيني ان لاتين اسمه ايه؟ Who knows 2 points؟ يلا يا آدم. التابيتام لوسيديوم. Yes, tapetum lucidum. Okay, ممتاز. برافو عليك. يلا يا يحيى unmute your mic. Yes, miss. Number two. تابيتام تابيتام لك دم أخيرا. هيلبس سام انيمالز هاب an excellent night vision which is constrained as structural adaptation. Yes, it's a structural adaptation. Excellent. يلا يا ايتن unmute your mic. Okay. I guess can hunt at night you as they have a special membrane in their eyes in you as not well while pet can hunt at night as they use the The what property? والوان تكتب مثل ايه بتقولي ايه لسه معاكي يا ايدن صوتك واطي؟ نمبر وان تكتب مثل ده اوكي نمبر تو اوكي what ايكولوجيشن. yes excellent برافو عليكي. يلا يا ادم لا مش ادم انا اسفه. يلا يا محمد مصطفى unmute your mic. number four اوكي طب تم
لك طب كم لوس دم what light into the eyes of nocturnal animals like a mirror. الفيشنج كات What light بتعمل ايه لللايت؟ ريفلكشن لايت ريفلكشن Reflect, reflect light, okay. تمام. خطوان بوينت. Yes. يلا يا يوسف unmute your mic. يوسف We can see eyes of cat grow at night due to the reflect of frontal nocturnal layer. Mirror. يوسف بالراحة اقرأ السؤال واعمله translation في مخك. We can see eyes of cats glow at night due to the reflection of. Reflection of what? Right. Light, yes. Okay. يلا يا عبد الله unmute your mic. Number six. Of the eyes of birds have Tapetum lucidum membrane, so they will have super senses of what and what. assuming اعتقادا ان الباتس ممكن افتراضا يعني ان الباتس ممكن يكون عندها تابيتم لوسيدم ممبرين ده هيساعدها في ايه؟ ها هو اصلا البات عنده سوبر سنس اوف وات يا عبد الله؟ اللي هي اوكي هو عنده سوبر سنس اوف هيرينج اوريدي هيبقى معاه سوبر سنس اوف وات تو الايس الايز اسمها ايه يا عبد الله سنس اللي في الايز اسمها سنس اوف وات ها انت شاطر يلا سنس اوف وات بتاعت حاسة البصر اسمها ايه بالانجلش سايت senses of hearing and sight مشكلتك في الكي ووردز يا عبد الله لو حفظت الكي ووردز هيبقى كل حاجة سهلة احنا قلنا كده من الأول الكي ووردز هي الحل لو حفظت انت فاهم وحافظ الكي ووردز كل حاجة سهلة بعد كده طيب يلا يا ايتن unmute your mic number 7 Okay. Most animals can hunt to win. Not conscious of a prey into their eyes. Like. Light, yes. While a pet can hunt when not the wanted of a prey into their number one sound. Sound into their what? Echolocation. into their sound will bounce bounce of into their what هيدخل فين في السنس في السنسوري اورجانز what sensory organ how will they receive the bounced sound الايكولوكيشن no تاني item بيقول لك sound bounce of into their what يعني sound هيحصل له bouncing of ويوصل لفين هيوصل للباتس بس لأي بورت من الباتس ايه
الايرز يس، لان يا اولاد كده ركزوا معايا، السنس اوف سايت ان ذا ايز اند يوزنج ذا لايت انرجي وين باونس اوف تو يور ايز. اللايت انرجي شود باونس اوف تو يور ايز تو سي اني اوبجكت، اي اوبجكت حواليك علشان تشوفه لازم اللايت يعمل باونسنج اوف ويدخل الايز بتاعتك. سنس اوف هيرنج معاها الساوند ويفز، والساوند ويفز يا اما تدخل يور ايز دايركتلي، يعني انا بتكلم كده والساوند بتاعي انتر يور ايز، يا اما يعمل باونسنج اوف اند انتر يور ايز ان ذا فورم اوف ايكو. يعني ممكن اللايت انتر يور ايز دايركتلي اند لايت كان انتر يور ايز اند الساوند، انا اسفه، انتر يور ايز دايركتلي اور ساوند كان انتر يور ايز از ايكو، لما يحصل له bouncing of an object، زي ما تبقوا واقفين كده في مكان وتقعدوا مكان فاضي كبير وتقعدوا تتكلموا واللاي والساوند يرجع لكم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأن ده ايكو. تمام؟ أو أنا بتكلم عادي والساوند بيدخل لي الإيرز بتاعتكم عادي من غير bouncing، يبقى ده برضو sound waves. يبقى الهيرنج should have sound waves علشان to hear by your ears، إنما السايت should enter it أو light should enter it after reflection أو after bouncing off an object، ودي اسمها sense of sight. حد عنده سؤال؟ حد عنده أي question؟ lower your hands. كنا عايزين نلعب شوية في give reasons باللي هيرفع إيده الأول، لسه ما قلتش. نمبر 1 give reason آدم، يلا يا آدم. Importance of tapetum lucidum for some nocturnal animals. Tapetum lucidum is important for nocturnal animals because it reflects light into the eyes of nocturnal animals to make them have excellent night vision. Yes, excellent. برافو عليك. طيب 2 points يا Second آدم. point. 2 points. Lower your hands. Okay. ها. Number 2 and give reasons. حازم. Unmute your mic. The eyes حازم. of human do not the eyes of human do not glow like cats in the dark. It eyes seem to glow in the dark. Why our eyes do not glow in the darkness like cats. ليه ال eyes بتاعتنا ما بتعملش glowing زي ال cats؟ Because it has a narrow like membrane. Our eyes have a mirror like membrane ولا ال cats eyes؟ Yes, cat's eyes. اوكي، I'm يبقى نقول ان عشان احنا ما عندناش الميرور لايك ميمبرين. ان انجلش بقى حازم، Yes, miss. انت قلت ان الكاتس عندها ميرور لايك ميمبرين، ذاتس ترو، يبقى احنا ليه الايز بتاعتنا ما بتعملش كده؟ علشان احنا ما عندناش الميرور لايك ميمبرين، رايت؟ Right. اوكي، ان انجلش بقى. Because humans Yes. don't have mirror like membrane. Yes, excellent. 2 points. Okay, lower your hands. What happens if? مين عارف what happens if؟ يلا يا ايتن. Miss Yes. Mama, number two, because human don't have tapetum lucidum. Yes, or a mirror like membrane. ما هو التابيتم لاست ديم هو الميرور لايك ميمبرين يا ايتم، الاثنين نفس المعنى. طيب نفترض ان انا في الامتحان ومش فاكره اسم التابيتم لاست ديم او مش عارف حتى اكتبها، ممكن اكتب a mirror like membrane، الاثنين صح. اوكي Okay. تمام، عارفه what happens if؟ What happened if snake had tapetum lucidum?
liar and there are. Can see in the night. They can see well in the night. Yes, that's true. In the night. أو ماشي they can see well at night أو they will have an excellent night vision. لو أنا عايزة بقى أكتب أكتر أو أكتب أحسن they will have an excellent night vision، هيقدروا يشوفوا كويس بالليل. أوكي مين عايز يحل complete بالدور ومين عايز أوكي نزلوا lower your hands، مين عايز يكمل لعب؟ ها بس محدش هيزعل يعني، اللي هيرفع ايده الاول اللي هيعمل رزقه هند هاند الاول هو اللي هيجاوب. مين عايز كده؟ اوكي الباقي مش عايز، ايتن ويوسف وعبد الله مش عايزين. اوكي يبقى هنمشي بالدور علشان ما حدش يزعل. اوكي تعالوا نعمل سؤال جديد، نعمل مثلا scientific term and correct the underlined words عشان نبقى خدنا كل الاشكال بتاعت الأسئلة. مين آخر حد جاوب في الدور؟ آدم أنت آخر حد جاوبت في الدور ولا أنا بقول في الدور لما كنت ماشية في الدور؟ محمد مصطفى ولا حازم؟ أنتوا الاتنين رفعتوا إيديكوا، طب مين كده؟ أنت يا حازم؟ حازم Yes, miss. أنت اللي عليك الدور ولا أنت جاوبت خلاص؟ هي المفروض بعد ايتن مين اللي المفروض بيجاوب، انا ولا محمد؟ لا محمد. ايتن اخر واحدة اللي جاوبت، يبقى اوكي محمد. يبقى محمد هو اللي عليه الدور. يلا يا محمد unmute your mic. اوكي يلا نمبر 1 number اللي هو one in the scientific term material اوكي that allow light to pass through. material that allow light to pass through mirror. No محمد، يعني ايه allow light to pass through؟ احنا فاكر فيش الاكسبيرمنتس اللي عملناها، يعني ايه allow light to pass through؟ بيكس تو ايه؟ هون حكاية اللي no لأن لا pass through مش معناها reflection، pass through معناها يعدي، to pass through it يعني يعدي منها. طيب البلاستيك لا مش بلاستيك، ما اسمهاش بلاستيك لان مش كل البلاستيكس اصلا كان allow light to pass through. تعالى يا محمد كده معلش نفهمها، انت قلت الميرورز رايت، نفترض ان انت واقف هنا. هاي يا محمد say hi to محمد. ها اوكي مين معاك في التيم؟ ادم say hi to ادم. ادم واقف هنا، هاي يا ادم طوله شوية. اوكي قول لي ساعتها what can you see and what can't you see. لو انت واقف قدام الميرور، الميرور كبيرة اهو زي ما انت شايفها اهي. اوكي وادم is standing behind the mirror، what can you see and what can't you see أنا أشوف نفسي and عشان هيعمل reflect ده كان اسمه إيه؟ light in the same direction. Yes, excellent. Okay, what can't you see? إيمس؟ What what can can't you see? آدم Adam, yes. يعني نفترض إن Adam is playing hide and seek with you and he hides behind a mirror. Can you see him? No. No. يبقى الميرور allowed light to pass through him. To pass through it الميرور. ما هو بص يا ادم in order to see، يعني لو افترضنا ان ده ميرور مره وان ده جلاس مره، in order to see Adam light should bounce of Adam and reflect to your eyes right. طيب لو ده ميرور Okay. light can't pass through it، لو ده ميرور اللايت ما يقدرش يعدي منه علشان يوصل للايز بتاعتك علشان تشوف ادم. انما لو ده جلاس زي ويندو مثلا،